80 كتاب ايه؟ او اكتبي اللي انت عايزاه الواتس وانا هشوف. طيب ماشي. هو كتاب ايه اصلا؟ المرشد. المرشد. ماشي. هو مع حضرتك؟ معي. هو صفحة 89 كتاب الأسئلة؟ الأسئلة. كتاب التدريبات صح؟ التدريبات صفحة كم؟ 89. طب السؤال بيقول ايه؟ اللي هو السؤال الأول، 4 خلايا انشطار ثنائي ادت 128 خلية، هو عايز يعرف كم عدد الأجيال، هو قصده كم عدد مراحل الانشطار يعني اللي مرت بيها عشان توصل للعدد ده. 4 خلايا بكتيرية قاموا بالانشطار الثنائي ونتجت 128 خلية، كم عدد الأجيال التي مرت بها دي؟ يعني كم عدد الانقسامات؟ طب احسبها ازاي بقى؟ يا سيدي كده على 128 على 2 فيها الكام؟ على 2 64. وقسمنا 64 على 2 فيها الكام؟ 32. على 2 فيها الكام؟ 16. على 2 فيها الكام؟ 8. انا عملت كم مرة بقى انقسامات؟ 4 تقريبا. طب ثانية ثانية، 28 اديتنا 64، ادي دي تاني مرة كده صح، وبعد كده حاجة و30، وبعد كده 16، وبعد كده 8 5. طب انا هحسبها لك بطريقة تاني، يعني انا هحسبها معاك بطريقة تاني. بصي معايا كده، شاير بورد ونقول الو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اداني 128 خلية صح؟ ده بقى اللي ما تشيرش للأسف. شاير خلاص البورد دلوقتي. مش شاير دلوقتي. هو ادتني 128 خلية صح؟ اه. طيب يلا نحسب بقى، انا هم 4 صح؟ مش 4 خلايا؟ الأربعة بيقولوا لي نتج عنهم 128 خلية. طيب بصي، أنا لو عملت ده أدي مرة صح؟ وأدي التانية. كده كم خلية؟ 4. ماشي. وأدي التالتة. يبقى 8. حاضر. انا عايزه اجيب لك بس الايه كده 8، وكل واحده تعمل كده صح. يبقى كده 16 تقريبا. تمام. ونعمل واحده تاني. ايوه بقى كام؟ 16. ونعمل واحدة تاني بقى كام؟ 32. طيب يبقى بصي، عمل كام انقسام؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمس صح؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. طب هو انا بحسب من اول ما ابتدت، يعني اول ما ابتدت الانقسام بالظبط.
يبقى أنا كل خلية تعمل 5 انقسامات عشان تديني 2، كل خلية ها تديني 32، اضربي 32 في 4 هديكي 128. معلش تاني آخر حتة دي، دلوقتي 5 مراحل دلوقتي ده الإجابة؟ 5 مراحل بيديكي كام خلية؟ 128. لا، بيديك ال5 مراحل للخلية الواحدة، للخلية الواحدة بيديكي 32، انت هتضربيهم في الأربعة، مش هو قال لك 4 خلايا؟ 5 مراحل للخلية. للخلية الواحدة 32، للأربعة 128. لو 32 في 4. فهمتي بقى؟ يبقى كل خلية عملت كم مرة؟ عملت 5 أجيال. في عندك اختيار 5؟ في. طب انا يعني كده لما اجي احسبها عارس الرسمة دي؟ لا يعني تطلعيها بالطريقة دي، تطلعيها بالطريقة دي، فهمتيني؟ تمام. معلش، هو ما خدش مننا دقايق يعني. لا مش قصدي، بس خدت 2 و3. صح؟ ايه تاني؟ هو قصدي حضرتك 5 للخلية الواحدة، ايوه 5 انقسامات للخلية الواحدة يعني. ايوه اديتني 32 خلية، 32 خلية اللي هو يعني يعني، تمام. دي هتدي 32، ودي هتدي 32، ودي هتدي 32 بعد الخمسة، ودي هتدي 32 بعد الخمسة، يبقى هضرب 32 في 4، في الأربعة اللي قدامي دول هيدوني تمام. 128، يبقى هو ده، يبقى عملت 5 انقسامات. ايوه فهمتي؟ تمام. تمام. السؤال الشكل الذي يعبر عن العلاقة اللي هو 11 بين معدل تكاثر الكائن الحي وحجمه. طبعا كل ما حجمه كان قليل فبيتعرض لمخاطر اكتر، فالنسل بتاعه بيزيد، فمعدل التكاثر بيزيد يعني. الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين معدل تكاثر الكائن الحي وحجمه. كل تمام. ما حجمه بيتغير المخاطر اللي بتعرض ليها اكتر، فبالتالي معدل التكاثر بيزيد. طب انت ايه علاقتك بالمخاطر هنا؟ ماشي، يعني قصدي ان هو كده ما ليه علاقة بالحجم، الحجم كل ما هيزيد فهو كده بيتعرض لمخاطر اقل، فبالتالي الناس التكاثر بتاعه بيبقى اقل. ايوه، او اختياري جيم، اختياري جيم ان درجة التكاثر بتاعته هتزيد كل ما قل حجمه. هي دي كده تزايدية. لا، تناقصية. انا بصي معايا ايه، مش هو عاملها كده صح، وكاتب هنا درجة تكاثره، وكاتب هنا حجمه، يبقى الحجم كل ما بيقل درجة تكاثره بتزيد. بصي درجة التكاثر ماشية كده زيادة، ودرجة الحجم عندي بتاعت الكائن كده بيقل. يعني أنا لو عملت لك كده 1 2 3 4، حلو، هنا 2 4 6 8، أنا كنت 8 كنت بخلف عيل واحد، طب كنت 6 في الحجم كنت بخلف 2، 4 بخلف 3، 2 كنت بخلف ايه، وهكذا. يبقى هنا العلاقة ايه، عكسية. عكسي هي العلاقة اللي هي رقم ب دي طردية كده. رقم باء طردية، ورقم ألف طردية، ورقم جيم ورقم دال طردية، وبعد كده ثبتت. الكلام ده خدتوه في الفيزياء، موضوع العلاقات ده. احنا بنقرأ ازاي الجراف، يعني اي جراف عندي او اي شكل بياني انا بقرأه ازاي. تمام. طريقة التكاثر اللاجنسي في الجمبري، واحنا خدنا الجمبري اصلا. طيب ارجع ابص لك في الكتاب واقول لك كتابك فين الاول. كتابك معاكي بتاع الامتحان؟ معايا بس ما لقيتش الجمبري دي. ما لقيتيش القشريات؟ تعالي فاكرة؟ نشير الكتاب كده ونشوفه. نشير الكتاب.
هو بيقول طريقة التكاثر فين؟ في الجمبري، التكاثر اللاجنسي. احنا ما خدناش الجمبري في اللاجنسي؟ ادي اتشاير عندك الكتاب؟ اتشاير. حلو. في حتى بيقول يقتصر وجوده على بعض الانواع البدائيه في عالم الحيوان، هل ده يعتبر من الجمبري؟ طب ماشي، وانا ماشيه معاك اهو، تمام تمام هشوف الدنيا دي اتقالت ازاي او اتقرت ازاي، يعني احنا قرينا الموضوع ده ازاي. سيبك من بتاع المقلوبة دي، خلينا في المعدولة. مفيش الجمبري خالص، ما شفناهوش صح. بس هو في حتة كده في صفحة 104 بتقول ايه؟ بيقول اللي هي على التكاثر اللاجنسي، بيعرفه وبيقول الخصائص وكده، فكاتب حتة شيوعه، فهو كاتب إن هو شائع في عالم الحيوان، وبعد كده كاتب يقتصر وجوده على بعض الأنواع البدائية في عالم الحيوان. بس طلعهولك بس ثواني، خليكي معايا. انا بس قلت لك فين التجدد الكلام ده، ولا فين صفحة 104 التجدد؟ للتكاثر اللاجنسي أولا. حاضر. هو تقريبا كان عايز يكتب حاجة تانية غير الجمبري. غير الجمبري، اه هو زي ما بيقول التكاثر اللاجنسي في الجمبري. اه هو سؤال في السؤال فين؟ معلش وريني كده السؤال. السؤال في صفحة كام؟ نفس الصفحة؟ 89 نفس الصفحة، كتاب المرشد في السؤال رقم كام؟ 9. طيب، طريقة التكاثر اللاجنسي في الجمبري، التولد البكري، التجرثم، الانشطار الثنائي، التولد البكري. لا، لما تقري في التولد البكري استني بقى، والتجدد. انا اعتقد ان هو التجدد يا حبيبي، لان هو كاتب ايه في التجدد؟ في بعض الحيوانات كالاسفنج والهيدرا ونجم البحر. صفحة كام؟ اه 108. الجمبري بيتكاثر بالتجدد، لكن مش طالب بكرة ولا تجرثم ولا انشطار ثنائي. بمبدأ الاستبعاد نقول التجدد. بس هي يعني، بس هي مش موجودة في كتاب الامتحان صح؟ لا موجودة، بس هو موجودة كشعبة، هو موجودة يعني كشعبة اللي. نجم البحر زي الجمبري يعني. تمام موجودة كشعبة، بس أنا هجيبهولك دلوقتي. تمام طيب هو في سؤال بإجابتين، أنا مش عارفة إزاي بيقول كل الجبتين من ازاي؟ ماشي. لا ثانية، مش ده. ده حتى جايبه في نفس التدريب. بيقول يحدث التكاثر بإنتاج الجراثيم في الكائنات الحية التالية ما عدا، جايب البنسليوم والعش وعش الغراب وعفن الخبز والهيدرا. والهايدرا. الهيدرا، فكده عيش الخبز، عيش الغراب وعفن الخبز مش معانا. طيب ثواني كده، الأول نمسك إيه؟ هو إجاباته مش عارفة ليه بتبقى إجابات غبية، سيبك من اللي هو بيقوله، يعني إحنا لينا أسئلة، بس أنا أعرف إن هو التكاثر، طريقة التكاثر اللاجنسي في الجمبري، بعض القشريات والبرمائيات، الجمبري من القشريات أو اللي هي يقتصر التجدد فيها على استعراض الأجزاء المبتورة، هو كاتب كده. في أنهي حتة؟ في الأول سؤال اللي أنت جبته لي، لا أنا قصدي في أنهي حتة في الكتاب هو كاتب. كاتبها في التجدد. أوه
هو كاتب لا 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 بعض. لا ثواني، التوالد البكري، التوالد البكري. أقول لك ليه التوالد البكري. بصي يا حبيبي، لانه شايفة كتب التوالد، بصي الكتب. هاتي هاتي التوالد البكري كده. ايوه بقى كتب القشريات. يتم التكاثر البكري في عدد من الديدان والقشريات والحشرات. أهو ايوه ده السؤال الأول في التوالد البكري. ايه تاني؟ بيقول يحدث التكاثر بإنتاج الجراثيم في الكائنات الحية التالية ما عدا. ده سؤال رقم كام؟ ده سؤال رقم 10 صفحة 87. 87 دي ورا؟ سؤال رقم 10 صفحة 87. موجود تاني برضو في رقم 12 في صفحة 88. هو عايده مرتين بس في الإجابات بإجابتين مختلفين، مرة جيم ومرة دال. التكاثر بإنتاج الجراثيم في الكائنات الحية التالية ما عدا، ما عدا الهيدرا. تمام ماشي. ايه البتاليوم ده؟ البنسيليوم ده فطر زي عيش الغراب وعفن الخبز. تمام. هنتعلم، هنبص على الجراثيم كده. التكاثر بالتجرثم، بعض النباتات البدائية، كثير من الفطريات كفطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب، وبعض الطحالب والسراخس زي سرخس الفوجير. بس ده طحلب زيه زي البتاع ده، زي زيه زي فطر عيش الغراب وعفن الخبز. ايه تاني؟ في السؤال اللي هو بيقول، هو في صفحة 88 تمام رقم 10 في المصطلح. انقسام نواة الاسبوروزيت الى اجزاء صغيرة واحاطة كل جزء بكمية من السيتوبلازم. ده هو اللي هو احنا ايه؟ خدنا التكاثر الجنسي؟ طيب ما الاسبوروزيت في دورات الحياة دورات الحياة ليه؟ اللي هناخدها النهاردة. أيوة يعني هو جايبه غلط، لأن هو جايبه في الجنسي. يعني هي مش معاهم أساسا؟ لا هناخدها النهارده الاسبوروزيتال. تمام. طب هو دلوقتي بيقول دورة حياة فطر عفن الخبز. أنا بقى يعني أنا عادي بالنسبة لي اللي هي السيقان دي والحافظة الجرثومية، بس الأشباه الجسور دي أنا مش عارفة أرسمها إزاي. عادي شرشيب من تحت كده يعني مش لازم ارسمها لك على البحر. مش لازم منتظمه يعني، حاجات شرشوب من تحت كده واكتبي عليها، بس اهم حاجه تكتبي عليها اشباه جذور. والأسهم اللي هو عملها بعد ما الجراثيم خرجت وكده صح؟ طبعا انها بتنبت ووسيله النقل هنا الهواء. طب على كده بقى ممكن يطلب يعني حاجات زي يعني بقية الرسومات زي نبات زي نجم البحر والهيدرا الهيدرا. ليه لا؟ واللي جاي برضو ممكن يجيبهولك كرسمه، او يجيبهولك يعني رسمه يسالك عليها او رسمه ترسميها. تمام. في اسئله تاني؟ لا كده تمام. تمام يا حبيبتي. النهارده هنبدا ايه؟ هنبدا التكاثر الجنسي. الكتاب متشير عندك؟ شوية. التكاثر الجنسي يوفر التكاثر الجنسي حاجة مهمة جدا جدا، إن حتة التنوع الوراثي. يبقى التنوع الوراثي هي دي اللي هتوفر لي التكاثر الجنسي، أو هي اللي بيوفرها لي التكاثر الجنسي. معلش عشان البرنامج كده ظهر عندك يا حبيبي. تمام. تمام. بصي هو مكلف في الوقت والطاقة، يعني هو مكلف بيولوجيا. ليه؟ لأن كلمة مكلف بيولوجيا دي بسبب اقتصار، والحتة دي مهمة واكتبي وحطي عليها هايلايتر. بسبب اقتصار
الإنجاب على نصف عدد الأفراد، يعني الأفراد إحنا الستات بس هي اللي بتخلف، الرجالة مش بتخلف. ففي التكاثر الجنسي نصف عدد الأفراد هم اللي بينتجوا الأفراد أو بينتجوا النوع اللي هم الإناث. يبقى أحط عليها هايلايتر لأن ده موضع سؤال، يبقى دايما بيسألني بيقول لي التكاثر الجنسي مكلف بيولوجيا، أقول له أيوة بسبب اقتصار الإنجاب على نصف عدد الأفراد. طيب بيقول لي كمان حاجة تاني، بيقول لي إن هو لازم له وقت وطاقة. ليه؟ أولا هو مش بيتم عادة إلا بعد مدة معينة، يعني مدة من الكائن الحي لازم يوصل إلى مدة معينة حتى يتم التزاوج، كمان لازم يعد منزل وعش وجحر وكل ده. طب كمان في بعض اللي بيقول لك في الأنواع بتتحمل مشقة كبيرة، هو كاتب كده عشان خاطر الاحتفاظ بالأجنة في بطونها حتى تولد بعد ذلك. طيب كيفية حدوثه؟ قال لي لازم له ذكر وأنثى، يعني لازم يبقى فيه ذكر وفيه أنثى، لازم نوعين، عشان كده هو متنوع وراثيا. طب بتعتمد على ايه نوع الانقسام؟ قال لي نوع الانقسام الميوزي. الميوزي بقى هنا تحطي في دماغك ان الميوزي في ميوزي اول في ميوزي تاني، حطي في دماغك القصة دي. يبقى هو اعتمد على ايه؟ على انقسام الميوزي، بس الميوزي مش بينتهي بعد الاول، لا لازم ينتهي بعد التاني، بعد الايه؟ بعد الانقسام الثاني. الانقسام الميوزي ما بينتهيش بعد الانقسام الميوزي الاول، لازم يعمل انقسام ميوزي ثاني. اتفهمت الحته دي؟ تمام. اوكي. التكاثر الجنسي تجديدا مستمرا في البناء الوراثي، دي عكس ال اللاجنسي، هو ما كانش بيفضل من كان كله. عنده ثبات في النوع الوراثي، فبالتالي في دماغك ان الخليه لو في تغير ايه يا سلمى؟ فبالتالي الناس اللي بيهلك لو في تغير في البيئة، لكن هنا الموضوع هيبقى مختلف. بالتالي ايه؟ الناس اللي بيهلك لو في تغير في البيئة، لكن هنا هيبقى الموضوع مختلف لأنه في تجديد. بالظبط. خدي بالك ان ده ميوزي اول بس مش هتنتهي لغاية هنا. ايه هدف الميوزي الاول؟ هدفه انصف المادة الوراثية. طب ايه هدف الميوزي الثاني؟ الميوزي الثاني هدفه ان انا أكتر العدد مش أكتر. يبقى هكتب لك الكلام ده كويس قوي أو تكتبيه ورايا. هدف الانقسام الميوزي الأول إن أنا أعمل إكسار للمادة الوراثية. أنا بعمل إكسار للمادة الوراثية. ده الهدف الميوزي الثاني. الأول بنصف المادة الوراثية. الأول بنصف المادة الوراثية. وأنا بأكدها تاني أهو. يبقى إيه هدف الميوزي الأول؟ وخدي بالك الميوزي ملوش مرحلة واحدة، مرحلتين، ميوزي أول وميوزي تاني. إيه هدف الميوزي الأول؟ أنصف المادة الوراثية. أنا كنت 2 نون أصبحت نون ونون، يبقى أنت كده نصفت المادة الوراثية. طب التاني؟ لا أنا كترت عدد نون دي، يبقى خليت الخلية بقت كام؟ بقت الخلية الأم دي مدياني 4 خلايا كل واحدة فيهم نصف المادة الوراثية. الفرد الناتج بياخد او بيستلم المادة الوراثية من الابوين، يعني هو خليط في الصفات. شائع في مين؟ شائع في كثير من النباتات وشائع في معظم الحيوانات الرقية. نشوف اول حد مين عندنا. الاول منصف للمادة الوراثية والثاني اكسار عدد الخلايا، صح كده؟ بالظبط. بس خدي بالك الخلايا بتطلع 4، ما توقفيش عند 2. اي العبارات التالية غير صحيحة. انا قصدي يعني دلوقتي مش هي خلاص بعد الانقسام التاني ده مش هتنقسم تاني خالص؟ ايوه بتدي 4. اللي هو كل واحدة هتدي 2 فكده 4. بس اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. اي العبارات التالية غير صحيحة عن التكاثر الجنسي؟ صحيحة. أول واحدة صحيحة. حلي بمبدأ الاستبعاد. هو يحتاج دايما إلى فردين أبوين؟ دي صح، دي معانا. هو عايز غير صحيحة، دي معانا.
دي صح. هو ممكن يحدث بالأمشاج أو بالإلكترون، فهو بالظبط، يحدث بالخلايا، ممكن بالأمشاج وبالخلايا، ودي هي اللي غير صحيحة، لأن ما هو مش دايما بيحدث بالأمشاج. هنعرف دلوقتي إن هو في منه نوع بيحدث بالخلايا. الخلايا دي أي ليه؟ ما الخلايا مش بالأمشاج، الأمشاج اللي هم الحانات المنوية أو حبوب اللقاح، البويضات، تمام. هو ما بيحدث غالبا بكده، لا مش دايما بيحدث بكده، في نوع هنعرفه دلوقتي بيحدث بالخلايا. أي ممال يوضح حدوث عملية التكاثر الجنسي في الغوريلا؟ الغوريلا زيها زينا، ثدييات. طب ما كان 2 نون وبعد كده نون وبعد كده 4 نون، هتديني ايه؟ دي أول واحدة دي غلط. ماشي. هي 2 نون وبعد كده نون وبعد كده بقت 2 نون، فكده ده تقريبا اللي هو الجيم. حلو. أي من صور التكاثر التالية مكلف بيولوجيا؟ أي حاجة لا جنسي غير مكلفة. الالكترون في تحلب الاسبيروجيرا. سبايروجيرا، تمام. يلا بقى نشوف تحلب الاسبيروجيرا ده ايه قصته، وان صور التكاثر الجنسي الاقتران. في حتة بيقول شائع في معظم الحيوانات الراقية، يعني حيوانات راقية. اللي هم احنا، اللي هم البني ادمين، اللي هم الغوريلا، اللي هم اللي هم القطط والكلاب والحاجات دي، كل دي حيوانات راقية. في كده حاجات رفع؟ لكن مش بدائية. انا قلت لك في حاجة، في فرق بين، تعالي نمسك البورد بتاعتنا. مش عارفة حضرتي معانا المحاضرة دي ولا لا. بص يا حبيبي، انا معايا ايه؟ مش بورد، قوليلي. شوية دي حم. ماشي، شيرت. كده. بس حبيبة قلبي، انا معايا ايه؟ انت بتقولي الحيوانات الراقية، في حاجة اسمها الحيوانات البدائية اللي هي جسمها بيتكون من خلية واحدة. الجسم عبارة عن خلية واحدة، زي مين؟ زي الأميبا، زي البراميسيوم. إنما الحيوانات الراقية إن الجسم عبارة عن عدة خلايا، وإن الجسم كمان مزود بجهاز عصبي متطور. عارفة الهيدرا؟ شكلها عامل زي الفازة، صح؟ تمام. عارفة لو حطيتيها في طبق، هو حيوان بس حيوان بدائي، وخبطتي على الطبق كده خبطتين، هتروح الهيدرا متكعوره وبتبقى كوره في الطبق. هي معاها جهاز عصبي بس مش متطور، مش زينا. لكن لو جبتي الفار وحطيتيه في الطبق، هيروح ناطط وجري منك على طول، لان عارف انك هتاكلي القطه. فهمتي؟ تمام. يلا بقى نشوف الاقتران. الاقتران، تعالي نشير كده على البورد ايمج كده ونشوف ايه الدنيا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيرت الصورة؟ اه ظهري. بصي يا ستي، تحلب الإسبيرو الجيرة أو الإقتران، معظم الكائنات البدائية كالأوليات والطحالب والفطريات بيتكاثروا، جنسي ولا جنسي. أنا هقولها تاني، الجزئية دي مكتوبة عندك بالنص في الكتاب، تتكاثر معظم الكائنات البدائية كبعض الأوليات. قصدك بمين بعض الأوليات؟ الحاجات البسيطة، الكائنات الأولية اللي قلت لك غير متطورة، والطحالب والفطريات بطريقتين. هما ايه؟ التكاثر اللاجنسي بالتقطع، مش كاتبها بالتقطع، اكتبيها فوقيها، اكتبي انت كتاب معاكي صح؟ اه بالتقطع. بالتقطع لتوفير النسل وزيادة العدد. امتى؟ امتى بتتكاثر لا جنسي يا كائنات يا أولية يا طحالب يا فطريات؟ قالت في الظروف المناسبة. طب حلو قوي، ايه هي بقى الظروف المناسبة؟ يعني انتوا بتتكاثروا لا جنسي في الظروف المناسبة؟ اه. طب ايه هي الظروف المناسبة بتاعتكم؟ تعالي نشوف الظروف المناسبة. ظهرت كتير قوي الكلمة دي. بالظبط، لسه هنقولها دلوقتي، لسه كنت هزنقك فيها. لسه كنت هقول دلوقتي هي مذاكرة ولا مش مذاكرة. تعالي نشوف الظروف المناسبة ايه. وفرة الماء، بحاول احسن خطي لان في طالب قال لي انا مش عارفة اقرا حاجة من خطك. لا تمام. ملائمة درجة الحرارة. أنا عارفة إنه، أنا بصي عارفة المشكلة إن أنا خطي وحش، عشان كده أنا بروفيشنال في الكمبيوتر، لكن أنا عارفة يا جماعة. ملائمة الظروف، ملائمة درجة الحرارة. حلو، درجة الحرارة يبقى دي ظروف مناسبة، وفرة مية، درجة حرارة ملائمة، درجة ما عندهاش ملوحة، درجة الملوحة عندي ملائمة، أهي ملائمة درجة الملوحة بتاعة المية، ملائمة درجة الملوحة، يعني ما فيهاش ملح كتير. تمام. طب حلو قوي، انت قلت لك في الظروف المناسبة وهي وفرة الماء، ملائمة درجة الحرارة، ملائمة درجة الملوحة، ان الكائنات دي بتتكاثر جنسي بالتقطع. ليه؟ اهو تتكاثر جنسي، لا جنسي سوري، لا جنسي بالتقطع. ليه؟ لزيادة العدد، لزيادة العدد. حلو قوي، انت جبت لي الجملة دي وان الناس هيتوفر له الكلام ده. طب افرض ان الظروف ما كانتش غير مناسبة، يعني الظروف كانت صعبة دلوقتي، تعالي نعملها. الظروف الغير مناسبة بالتقطع دي اللي هي كل جزء بيتحول لجسم كامل تاني. بس هو مش عندك، انا جايبها لك عشان هو مش عندك الميكانيزم دي بتاعته، مش عندك، بس انا جبتها لك عشان تعرفيها كلمه التقطع، لاني هتشوفيها واحنا ماشيين. قال لي في الظروف الغير مناسبه تتكاثر جنسيا بالاقتران. تتكاثر جنسيا بالايه؟ بالاقتران. طب ايه هي الظروف الغير مناسبه؟ قال لي جفاف، جفاف الترب البركة بتاعت المية، درجة حرارة عالية، درجة حرارة غير ملائمة، درجة ملوحة، او نقاوته دي قصده ان هو مفيش كلمة ملوحة. نقاوتها. نقاوتها دي قصده بيها ان اتغيرت النقاوة بتاعتها، بقت مش يعني فيها ميكروبات. تمام. وكلمه وسوري، يعني ممكن نحط حاجه تاني لينا احنا خاصه بينا كده، بتفكيرنا ان البي اتش مش صح في الميه دي. كلمه يعني البي اتش، كلمه نقاوتها دي والكلام ده، ان البي اتش مش صح، يعني ممكن تبقى ملحيه، ممكن تبقى قلويه درجه
يعني تبقى ملوحة، كلمة ملوحة دي إن البي اتش مش صح. طيب هنا هو اكتبي سؤال على الجزء ده اللي هو عندك في الكتاب، اللي هي يعني دي تبقى مالحة زيادة، هي تبقى عادية خالص، فهو في الحالتين هيتأثر لأنه في طبعا 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 البي اتش لو اتغير خلاص. هو بيتغير ازاي؟ البي اتش لو قل يبقى درجة الملوحة عالية، او الاسيدتي درجة الحمضية، سوري درجة الحمضية عالية، ولو زاد يبقى درجة القلوية هي اللي عالية. طيب اكتبي بقى، علل علل تمام. سؤال، علل لا يعتبر ايوه تبادل، لا يعتبر التكاثر بالاقتران تمام، سوري لا يعتبر تبادل الأجيال، لا يعتبر التكاثر هنا التكاثر الجنسي في الاسبيروجاري في الظروف اللي هي الغير مناسبة دي، تكاثر لا يعتبر تكاثر بالاقتران، سوري لا يعتبر لا يعتبر تبادل أجيال، لا لا يعتبر يعتبر تبادل أجيال، لا يعتبر التكاثر هنا، التكاثر هنا في تحرب الاسبيروجيرا، معلش امسحها لك، لا يعتبر تبادل أجيال. ليه؟ لا يعتبر التكاثر تبادل أجيال، عفوا لا يعتبر التكاثر تبادل أجيال. ليه؟ تبادل أجيال أهي، لا ده يعتبر سؤال وده سؤال. مش أنا قلت لك إن هو في الظروف المناسبة بعض الطحالب بتتكاثر لا جنسي بالتقطع، وفي الظروف الغير مناسبة بتتكاثر جنسي بالاقتران، مش أنا قلت الكلام ده؟ طب ليه ما تعتبريش إن الموضوع ده طالما لا جنسي وجنسي تبادل أجيال؟ لا ما بعتبروش تبادل أجيال. ليه؟ ليه لا يعتبر تبادل أجيال؟ ما هو مرة اتكاثر جنسي ومرة لا جنسي. لا بس هو الأصلي انه لا جنسي، لكن في الظروف الغير مناسبه بس هو اللي بيتكسر لا جنسي، انما تبادل الاجيال ده مش هيكمل دوره حياته الا بالاثنين، يعني مش هيكمل الدوره بتاعته الا بالاثنين، يعني لازم يبقى تكاثر جنسي ثم لا جنسي حتى يكتمل، انما هنا ده هو بيطلع لك افراد بعد الانفصام ده، بيطلع لك افراد بعد الظروف المناسبة بيطلع لك أفراد، وبعض الظروف الغير مناسبة برضو بيطلع لك أفراد. اكتب بقى سؤال، لأن الطحلب، اكتبي السؤال إجابته، لأن الطحلب، بتكتبي ورايا؟ لأن الطحلب لأن الطحلب يتكاثر لا جنسي في الظروف المناسبة وجنسي في الظروف الغير مناسبة، وهذا لا يعتبر تعاقب. بتقولي ايه سلمى؟ لأن الطحلب يتكاثر لا جنسي في الظروف المناسبة. لا جنسي في الظروف المناسبة ولا جنسي في الظروف الغير مناسبة، لا سوري لا جنسي في الظروف المناسبة وجنسي في الظروف الغير مناسبة، وهذا لا يعتبر تحقيق تعاقب. يلا نمسك الطحلب وكسر، يعتبر ايه؟ وهذا لا يعتبر ايه مش؟ اكتبها لك، لا آخر حاجة بس. اكتبها لك، لأن الطحلب يتكاثر لا جنسي في الظروف المناسبة وجنسي في في حاجة تانية؟ يتكاثر لا جنسي في الظروف المناسبة، صوتك بيقطع، تمام. وجنسي في الظروف الغير مناسبة. وين؟ ويتكاثر جنسي في الظروف الغير مناسبة، مناسبة. وهذا لا يعتبر تبادل للأجيال. تمام. تمام يا شيخ. نمسك بقى
أول حاجة بيقول لي إيه؟ الاقتران في طحلب الإسبيروجيرا. هو طحلب الإسبيروجيرا يعرف بالريم الأخضر، الريم الأخضر، تمام؟ ينتشر في المياه الراكدة. اكتبي فوق الكلمة دي بيئته، هو بيئته مياه راكدة. يعرف إيه؟ ينتشر في المياه الراكدة، اكتبي بيئته، هو بيئته مياه راكدة. لا حضرتك قلتي بيعرف باسم ايه؟ بالريم الاخضر. مكتوب عندك في الكتاب، انت لو ماسكه الكتاب هتلاقيه مكتوب. امشي معايا خطوه خطوه. طب ممكن اشير بس الكتاب وارجع لك تاني، اشير الكتاب عشان تبقي ماشيه معايا بس خطوه خطوه. اهو الريم الايه؟ كتاب اتشار عندك؟ الريم الاخضر ينتشر في المياه الراكده، اكتبي بيئته، بيئته المياه الراكده. طيب نكتب هنا جدار خلوي، جدار خلوي، لان ده يعتبر معاه بلاستيده خضراء، واللي بعده على طول من الناحيه دي، اللي بعده الجزء ده على طول، ده اهو اللي انا شفت عليه، ده الخط اللي بعده على طول، غشاء بلازمي. الاصفر ولا الاسود؟ وبعد كده في حاجه عامله زي النجمه كده طالعه اهي، دي نواه، ودي الحلزونيه دي اللي لونها اخضر، دي بلاستيده، هو كاتبها بلاستيده حلزونيه. كده احنا فصصناه، يلا نشوف بقى ايه قصته ايه. اللي هي في النص دي؟ يلا نشوف قصته ايه. نعمل ستوب شيرنج ونروح للبورد بتاعتنا. بصي يا ستي، الاقتران نوعين، سلمي وجانبي. تعالي نمسك السلمي الاول اللي هو قدامنا في البورد ده. ان بيتجاور خيطان، بصي شايفه رقم واحد، يتجاور خيطان اهو. يبقى اول شرط عندي في الاقتران السلمي وجود خيطين. كل خيط مكتوب عليه نون نون، دي المجموعة الصبغية بتاعتك. أيوة دي المجموعة الصبغية بتاعتي، تمام. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ تاني حاجة تنمو بروزات، أدي بروز وأدي بروز للداخل بين الأزواج، بين دول خلايا، خدي بالك. البروز دي هتذوب او هتتلاشى الجدر العرضيه اللي بينهم، هتروح دايبه وتتكون قناه اسمها قناه الاقتران. طيب تكونت قناه الاقتران، يهاجر البروتوبلازم من احد الخلايا الى الخليه الاخرى، ويتكون ما يعرف بالزيجوت. اتنين نون، يبقى انا كنت نون ونون وتكونت قناة الاقتران، بعد كده هجر البروتوبلازم كله للخلية المجاورة أو المقابلة، وبالتالي تكون عندي الزيجوت اتنين نون. جميل، لحد هنا أوكي؟ تمام. اسمه إيه؟ اسمه لاقحة، اسمه إيه؟ لاقحة. هتروح اللاقحة، اسمه لاقحة، كاتبها لك كده. اللي هي جوه الناحية التانية دي. اللي هي لأ، كلمة زيجوت دي كاتبها لك لاقحة. يتكور البروتوبلازم من احد خلايا احد الخيطين، ليهاجر الى خلايا الخيط المقابل عبر قناه الاقتران مكونه لاقحه زيجوت. اسمها ايه؟ لاقحه. اسمها ايه؟ لاقحه. طب اتنين نون، يروح اللاقحه تحيط نفسها بجدار سميك لحمايتها. ايوه فعلا، احاطت بجدار سميك لحمايتها اهي، وسماها الزيجوسبور. سماها ايه؟ الزيجوسبور. طب كده انا اول خطوه عندي وجود خيطين.
تاني حاجة حط بالي عليها قناة الاقتران، تكونت قناة الاقتران. تالت حاجة حط بالي عليها إن تكون حاجة اسمها الزيجوت أو الزيجوسبور. الزيجوت وفي حاجة تكونت تاني أو أحاطت نفسها بجدار سميك فبقى اسمه الزيجوسبور. وهنا هيجيلك السؤال، إيه الفرق بين الاتنين دول؟ الزيجوت غير محاط بغشاء سميك أو بجدار سميك، بجدار سميك تمام؟ خلينا بجدار زي ما هو كاتبها في الكتاب، بجدار سميك. إنما الزيجوسبور لا، محاط بجدار سميك لحمايته. حمايته من إيه؟ ما أنا بقول لك أنا بعمل التكاثر ده في الظروف الغير مناسبة، يعني لا درجة حرارة مناسبة ولا درق ولا في مية وعدم وفرة الماء، في قلة في الماء، في جفاف. فانا عامل كل الموضوع ده في الايه، في درجة في الظروف الغير مناسبة، فلازم احيط نفسي بجدار سميك عشان احمي نفسي. هتحمي نفسك من ايه؟ من الظروف الغير مناسبة. طيب يبقى ايه الفرق بين الزيجوت والزيجوسبور؟ الزيجوت غير محاط بجدار سميك، انما الزيجوسبور محاط بجدار سميك. طب ايه وجه الشبه اللي بينهم؟ الاثنين اتنين نون، هنا اتنين نون وهنا اتنين نون، الاثنين اتنين نون، ده وجه الشبه بينهم. طيب يا زيجوسبور هتعمل ايه؟ قال لي هتبقى ساكنه حتى تتحسن الظروف. طب يعني انت هتظلي ساكنه كده لحد ما تتحسن الظروف؟ ايوه، يعني انت مش هتنقسمي الا اذا تحسنت الظروف. ايوه، يبقى انت الانقسام الميوزي بتاعك اللي هتعمليه، انت هتعملي ميوزي ولا ميتوزي؟ قالت لا هعمل ميوزي. الميوزي ده بيديني اربع خلايا، فاكره الميوزي؟ ادي واحد خليتين، ايه الهدف منهم؟ الميوزي الاول تنصيف الماده الوراثيه، لو انا اتنين نون يبقى هنا نون وهنا نون. طب ونون ونون دي هتروح من الله عالي اربع خلايا، كل واحده فيهم معاها ايه؟ نون، صح؟ ايه هدف الميوزي الثاني؟ اكسار عدد الخلايا. انت هنا طلعتي لي كام خليه؟ طلعت لك اربعه اهو زي ما انت شايف. طيب حلو قوي، انقسام الميوزي ده مشروط؟ ايوه، مشروط بايه؟ مشروط بتحسن الظروف، مشروط بتحسن الظروف. طيب حلو، الانقسام الميوزي اداني اربع خلايا، اديتك اربع خلايا، بس انا حموت ثلاثه، يتحللوا ثلاثه اللي هو عاملها لك باللون الفاتح دي، يتحللوا ثلاثه وتبقى واحده تنبت الى خيط تحلبي مره اخرى، تنقسم انقساما ميتوزيا. يبقى اول انقسام عملتيه ايه يا زيجوسبور؟ عملت ميوزي. امتى هتعمليه؟ لما تتحسن الظروف. يبقى انت انقسامك مشروط. الميوزي بيطلع لي اربع خلايا، ايوه انا هطلع لك اربع خلايا بس هحلل ثلاثه وتبقى واحده. كان لازمتها ايه؟ ما كنت طلعتي واحده من الاول؟ لا، ما انا عايزه انصف الماده الوراثيه، انا ده هدفي ان انا انصف الماده الوراثيه. التحلل طيب. ده هو قصده ايه؟ هو اختزال، اختزالي. التحلل ده قصده ايه؟ هو كاتب هنا اختزالي. لا، اسم الانقسام الميوزي اختزالي. اختزالي يعني بيختزل عدد الصبغيات. تحلل بقى يعني ماتوا يعني؟ واتبقى واحدة؟ بقت واحدة. في كلمة رقم 6 عندك في الكتاب، تنقسم نواة اللقاحة الجرثومية ميوزيا لتكوين أربع أنوية. من اللي انقسمت؟ النواة. من اللي انقسمت؟ النواة. من اللي انقسمت؟ النواة. حلو، كونت لي أربع أنوية أحادية المجموعة الصبغية، تحللت ثلاثة وتبقى واحدة. اكتبي فوقيها علل. هقول علل ليه؟ حتى ينصف المادة الوراثية ويعود، خدي بالك، يعود الايه؟ التحلب أو شريط التحلب أو خيط التحلبي إلى الايه؟ إلى المجموعة الوراثية له اللي هي نون، يعود أحادي المجموعة الصبغية. يبقى هنا
لما أقول تنقسم نواة اللاقحة الجرثومية ميوزيا، علل ليه انقسمت ميوزي؟ عشان تديني أربع أنوية تتحلل ثلاثة وتبقى واحدة، الواحدة دي تعمل إيه؟ تنقسم ميتوزيا ليتكون خيط طحلبي نون. لحد هنا اتفهمت؟ يعني حتى ينصف المادة الوراثية ويعود الخيط الطحلبي نون، أحادي المجموعة الصبغية. في سؤال هنا بيقول لي خلايا خيط طحلب أحادية المجموعة الصبغية بعد الاقتران تتكون اللاقحة ثنائية المجموعة الصبغية، دي ملحوظة كاتبها لي، لذا تنقسم نواة اللاقحة الجرثومية ميوزيا قبل الإنبات. قبل الإنبات، وده سؤال ممكن يتجاب برضو عليه، ليه انقسمت قبل الإنبات؟ ليعود الطحلب إلى خلاياه الأصلية اللي هي مين؟ أحادية المجموعة الصبغية. شوف بقى الاقتران الجانبي. هذه الاقتران الجانبي، ايه اللي حصل؟ خيط واحد، اللي هناك كانوا كم خيط؟ كانوا خيطين، ايوه، لكن ده خيط واحد، يبقى في الاقتران الجانبي خيط واحد بس مقسم الى خلايا. تمام، ايه اللي حصل؟ حصلت فتحه بين الخليتين، وهاجر البروتوبلازم من أحد الخلايا إلى الخلية المجاورة، وتكون الزيجوت اللاقحة، ثم أحاط نفسه بجدار سميك فتكون الزيجوسبور. يبقى 2 نون 2 نون، حلو. حصل انقسام ميوزالي اللي كام؟ النواة انقسمت أربع أنوية تحللت ثلاثة وتبقى واحدة، تنقسم ميتوزيا لتعطي خيط طحلبي. طيب حلو قوي. انا لو جيت قلت لك حاجه، قولي لي يا مس الحاجه، هو ايه الفرق؟ انا حاطه لك الصورتين قصاد بعض، يعني مس دلوقتي موضوع ان هو بيتحلل ثلاثة ويتبقى واحد، ده ثابت؟ ايوه ثابت، ما لازم يرجع نون زي ما كان. بصي يا قلبي، ادي قدامك الايه السلمي، وادي قدامك الجانبي، صح؟ تمام. من فيهم اكثر تنوع وراثي؟ تنوع هنا اتنين. مين فيهم أكثر تنوع وراثي؟ الأول؟ الاثنين زي بعض. الأول؟ آه لا، ليه؟ ده خيطين، ده خيط. التنوع الوراثي بيتم عن طريق فردين. وده خيط واحد متقسم على جزئين يعني؟ آه، ده خيط وده وطحل، يعني ده خيط ودي خلية 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 خلية. تمام، خلايا يعني كتير. يعني هو نفس الخيط بس في الحتة دي أسمى ما بينهم بس. أي خيط مكون من خلايا، إنما ده خيط وده خيط، يبقى ده أكثر تنوع وراثي. يبقى هنا هكتب على الإلكترون السلمي أكثر تنوعا وراثيا، إنما هنا أقل، هنا أقل تنوع وراثي. طيب هنا أفضل، ركزي بقى في الكلام اللي بقوله، بيولوجيا أو وراثيا، إنما هنا أقل تكلفة بيولوجية، لأنه هو أقل تكلفة بيولوجية ليه؟ عشان خاطر هو من فرد واحد.
أوكي. الإسبيرو جايرا، اكتبي كل المعلومات دي عندك. الإسبيرو جايرا يتكاثر جنسيا بخلايا جسدية. أيوة فعلا خلايا الجسم هي اللي عملت كده. لا يكون أمشاج، لا يكون أمشاج. تنقسم اللاقحة لتعطي فرد جديد ولا تعطي أمشاج. اللقاحة فعلا انقسمت عشان تديني فرد جديد لكن ما ادتنيش أمشاج. خلصنا من التحلب؟ ثانية واحدة. اوكي خلاص يا سلمى حبيبتي. خلاص تمام، نعمل ستوب شيرنج ونشوف كتابنا الجميل هيقول ايه. ادي تحلب الاسبيرو جايرة، وادي قصته، وادي الوضع بتاعه. كل الكلام اللي قلناه اهو جايبه. هي الخلايا الجسدية دي اللي هو من نفس جسمها يعني؟ ايوه طبعا، ما هو ما عندوش امشاج، هو خلايا جسدية. إذا كان عدد الزيج سبور الناتجة عن الاقتران السلمي لعدد زوجي من خلايا تحلب خيط تحلب الإسبيرو جايرا يساوي س، فكم يكون عدد الزيج سبورات الناتجة عن الاقتران الجانبي لنفس العدد من الخلايا؟ تبقى كام؟ إذا كان عدد زوجي لعدد زوجي، عدد زوجي يعني قولي ستة، قولي ستة، قولي ثمانية. نصهم ما هو ده اتنين بالظبط، يبقى نص سين. برافو عليك. أي الأشكال البيانية التالية أو أي الأشكال التالية يعبر عن أعلى تنوع وراثي للخلايا الناتجة عن اقترانين المتتاليين للخلايا؟ مين بقى أعلى تنوع وراثي؟ أنا قلت لك اللي أكتر تنوع وراثي هو السلمي، فمين فيهم هيبقى أكتر تنوع وراثي؟ مين؟ سلمي. اللي هو ده سلمي. سلمي أعلى تنوع وراثي عشان هو الاثنين سلمي. التكاثر بالأمشاج، تتكاثر الأحياء النباتية والحيوانية بالأمشاج الذكريه والانثويه وتنتج عن انقسام ميوزي يتم في المناسل. مين المناسل؟ الاعضاء الجنسيه اللي هم مين؟ اللي هم الخصيه في ذكر الانسان والحيوان، والمبيض في انثى الانسان والحيوان، وكمان بيتم في النباتيه في المتك في النبات اللي هو عضو التسكير في النبات، والمتاع وهو عضو التانيث في النبات. ايه هي الامشاج الجنسيه؟ المشيج المذكر الخصيه او المتك، والمشيج المؤنث اللي هي المناسل المؤنثه اللي هي المبيض. طيب ايه العدد اللي بتنتجيه يا مشيج يا مذكر؟ بنتج اعداد كبيره، كل خليه بتديني، كل خليه اوليه تنتج اربع امشاج ذكريه، وانا بطلع عدد كبير قوي من الامشاج الذكريه. ليه؟ عشان انا في رحلتي للمشيج المؤنث أنا بفقد كمية كبيرة مني في رحلتي للمشيج المؤنث، إنما المشيج المؤنث لا، بينتج بأعداد قليلة. ليه؟ أولا هو أصلا مش متحرك، فهو قاعد في مكانه ثابت زي البروتة كده، والمشيج المذكر هو اللي بيجيله. ودي سبحان الله يعني القاعدة اللي بنمشي عليها كلنا، إن المذكر بيروح للمؤنث. طيب الوصف، الجسم مستضق، قصدك ايه مستضق؟
قليل السيتوبلازم. فهمني اكتر، كلمة مستدقة عامل زي ايه؟ زي الوش بتاعه او الشكل بتاعه، زي الشكل او المقدمة بتاعت المترو او بتاعت الطيارة، دي اسمها مستدقة. يعني مستدقة الشكل نفسه. في الشكل نفسه، في الوصف نفسه. الجسم بتاعه مستدق ليه؟ لتقليل قوى الاحتكاك، لتقليل قوى الاحتكاك، لتقليل قوى الاحتكاك، لانه هيمشي في السوائل بتاعت ايه، يعني في السوائل بتاعت الجهاز التناسلي الانثوي، عشان يقدر يسبح ويروح لغايه البويضه. انما بالنسبه للبويضه الجسم مستدير. طيب هنا في سؤال كان جايبه لي، ليه هو قليل السيتوبلازم؟ لانه يفقد، او هو يعني جسمه مستدق لانه بيفقد معظم السيتوبلازم اثناء تكوينه. ده سؤال كان جايبه. طيب اختزان الغذاء، هو ما اختزنش غذاء، انما البويضه بتختزن غذاء غالبا، يعني فاهمه، او غنيه بالغذاء غالبا، بس مش الو. 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 سلمى انت معايا؟ ماما الو. هي سلمى معايا؟ انا كده مع حضرتك، بس هو انا يعني ما سمعتش اي حاجه، اتقطع خالص. طب ثواني سلمى كده، ثواني خليكي معايا. طيب دقيقة يا سلمى وهرجع لك تاني. ماشي طيب، مش ماشي.
هيا سلمى معايا حبيبتي؟ ايوه نسمع حضرتك. تمام. بصي بقى، ده اللي هو قال عليه ان الجسم مستدق، معلش هو حصل دروب كده في النت. لا لا مش مشكلة خالص. واني وظيفتك ايه؟ نقل المادة الوراثية، مشيج المؤنث في عملية الإخصاب، والمشيج المذكر انتقال المادة الوراثية. دخلنا في جزء حلو قوي اسمه التلقيح. طب هو ممكن بس قبل ما نخش فيه، هو في الأول خالص كاتب انقسام ميوزي، هو ليه كاتب ايوه، انقسام ميوزي؟ ما هو ميوزي فين في أيوه الأول خالص دي؟ نباتية طب ما هو وحيوانية. فعلا ميوزي، ما التكاثر بالأمشاج ميوزي، نتج عن انقسام ميوزي، نتج ينتج من انقسام ميوزي يا سلمى. ماشي. التلقيح، انتقال المشيج الذكري إلى مكان المشيج الأنثوي. حلو، أنا عندي نوعين من التلقيح، التلقيح الخارجي والتلقيح الداخلي. التلقيح الخارجي بيتم في معظم الحالات المائية، أسماك، ضفادع، أسماك عظمية طبعا هو قصده بيها. بيحصل إيه بقى؟ بيلقي كل من الذكر والأنثى بأمشاجهما معا في الماء، يبقى مين وسيلة الوسيلة اللي هيتم بيها التلقيح أو يتم بيها الانتقال؟ الماء، فتنتقل الأمشاج عبر الماء لكي يتم الإخصاب. يبقى هنا تم الإخصاب إزاي؟ عن طريق المية، إن أنا رميت الوسيلة اللي حصل بيها التلقيح هي الماء. طيب يبقى هنا هقول تاني، هنا التلقيح خارجي آخرين. والتكوين الجنين خارجي. تكوين، الله أكبر الله أعظم، ننتظر للأذان بس يا سامي. التلقيح الداخلي بقى يتم في الحيوانات البرية. قصدك ايه بالبرية؟ اللي بتعيش على اليابسة مش المائية، زي الزواحف والطيور والثدييات.
وبيقول لي يتعين عن الذكر إدخال الحيوانات المنوية داخل جسم الأنثى لتصل إلى يعني لكي تصل إلى عملية الإخصاب أو يتم عملية الإخصاب. بس هنا هروح كاتبة حتة أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب التلقيح بتاعهم بيتم بره خارجي، بس تكوين الجنين داخلي، وبروح ماسكه اللقاحه اللي اتكونت دي وادخلها تاني داخل جسم الانثى، بس تكوين الجنين ايه؟ داخلي. يبقى خارجي وتكوين داخلي. بس خدي بالك فين؟ في اطفال الانابيب بس، انما الاطفال الجايين العاديين ده التلقيح داخلي وتكوين الجنين داخلي. الاخصاب اندماج نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي لتكوين اللقيحة 2 نون التي تنقسم ميتوزيا وتتميز إلى جنين. شكرا. هنا كاتب معلومة ليا، بيقول لي الحوت والدولفين من الثدييات المشيمية برغم إن هم بيعيشوا في المية، لكن التلقيح داخلي وتكوين الجنين داخلي زيهم زينا، برغم إن معيشتهم في المية، لأن أنت فوق قلت لي التلقيح الخارجي في الحيوانات المائية. طب ما انت عندك اهو الحوت والدولفين حيوانات مائيه وثدييات نشيميه، قال لي لا دول زيهم زيكم برغم ان هم عايشين في الميه. طيب دول الثدييات المشيمية اللي هو بيحيط بالجنين المشيمة؟ اللي هو بيتم عن طريق النشيمه. اه من المخطط المقابل 2 نون، وفي مرحله سين تمت بقت نون، في مرحله صاد بقت نون، بقت 2 نون سوري، بعد كده في مرحله صاد بقت نون، في مرحله عين رجعت تاني 2 نون. ايه بقى الحروف اللي حصلت دي؟ اولا انا كنت 2 نون وبقيت 2 نون، يبقى انت انقسام ميتوزي صح، يبقى كده انت ايه انقسام ميتوزي. طيب ورحت هنا انت ميوزي، كنت 2 نون يبقى انت ميوزي. طب وهنا رجعت تاني نون يبقى انت حصل لك اخصاب بقى خلاص، لان انت كنت نون وبقيت 2 نون، يعني في نون تانية مفقودة معايا ما وردتهاش ليا، بس انا فهمتها لما عملت كده، يبقى اختياري انقسام ميتوزي ميوزي اخصاب. الشكل المقابل يوضح حيوان خلد الماء من الثدييات الاولية الذي تتميز انثاه بأنها تضع بيضا وترضع صغارها، بناء على ذلك ما نوع الإخصاب ومكان النمو؟ يبقى كده داخلي اه والنمو لأنها بتضع البيض، فالنمو خارجي. هي بتضع البيض بره، فده كده خارجي، يبقى تاني حاجة خارجي صح؟ خلد الماء من الثدييات الذي تتميز انثى بانها تضع بيضا وترضع صغرها. طيب هو التلقيح، التلقيح داخلي لكن تكوين الجنين ايه؟ خارجي. خلاص مش تكوين، هو مكان نمو بقى صح؟ لأن هو كده كده ايه؟ هو لا هو مش هي البيض، البيضه اللي حطيتها لازم تبقى مخصبه، تلقيح البيضه اللي حطيت، البيض اللي حطه لازم يبقى مخصب، لكن البيض ده بيفقس بره، بره جسمه. داخلي خارجي يعني. تمام. هو مكتوب كمان الزواحف، مكتوب ايه حبيبي؟ الزواحف ده مش مكتوب في كتاب، ده البنت اللي كان الزواحف معاك كتاب، هي اللي كتب. كاتبه كده تضع بيضة وترضع صغارها بناء على ذلك يكون سبب، الزواحف ما بترضعش صغارها، هو ده بس خلد الماء، الزواحف ما بترضعش صغارها. الزواحف زي مين؟ لا مش كاتبة. لا ما هي مش كاتبة، أنا بقولك أنت
زواحف زي مين؟ زي التمساح؟ تمساح، سحلية، التعبان؟ صح، البرص. تمام. طيب هنا كاتب ألو ألو دورة الحياة. ألو دورة الحياة، ها معايا؟ أنا لسه ما حاجة دلوقتي. أيوة واضح كده. تمام. يبقى هو بيتكاثر جنسي ولا جنسي في دورة حياة واحدة. طب ايه مش عشان مميزاتك يا تعاقب يا أجيال؟ معايا؟ هو إيه اللي حاجة عليها عشان يحقق التنوع الوراثي. بتكلميني يا سلمى؟ هو بكلم حضرتك ايه اللي قطع عشان انا ايه اللي حضرتك قلتيه عشان هو قطع. هو قطع الصوت بتاعي، بس انا قلت تعاقب الاجيال. انت سمعتيها؟ لا هي دي في الصفحة اللي بعدها. لا. اللي هي ظاهرة تعاقب الاجيال. تمام ماشي قطع كده شوية رجع. اوكي. لا دي ما سمعتهاش. ظاهرة تعاقب الأجيال هي بعض الأنواع النباتية والحيوانية لها القدرة على التكاثر الجنسي ولا جنسي، بس كاتب إيه؟ في دورة الحياة. لا، أنا هقول لك في نفس دورة الحياة، يعني دورة حياته ما بتكتملش إلا لما يتكاثر جنسي ولا جنسي، مش على حسب الظروف زي تحلب الإسبيروجيرا. لا، مش على حسب الظروف. طب بتتكاثر جنسي، ايه اللي بيحصل لك؟ بيحقق التنوع الوراثي. طب ولا جنسي، بيحقق سرعة الانتشار ووفرة النسل. فظاهرة تعاقب الأجيال دي تعتبر ظاهرة تعاقب جيلين أو أكثر في دورة حياة الكائن الحي، بيتكاثر جنسي مع جيل ولا جنسي مع الجيل الآخر. زي مين؟ زي بلازموديوم الملاريا. زي مين؟ بلازموديوم الملاريا. تعالي نشوف قصته، بلازموديوم الملاريا، وإيه قصتك يا سيدي الفاضل. بلازموديوم الملاريا، ولازم تفرقي بين 3 كلمات وأنا بحكي هنا. نعمل ستوب شيرنج ونشير البورد بتاعتنا. نجلاء، نعم. بمناسبة كلمة بلازموديوم دي اللي هي ايه؟ طفيل يعني ولا كائن؟ حاضر. بلازموديوم هي إيه؟ بتقولي هي ايه؟ ايوه كائن حي. مش طفيل يعني. ما انا هقول لك، ما هو طفيل كائن حي يعني، برضه هو كائن حي بس متطفل. تمام. بلازموديوم الملاريا. بصي يا ستي، عشان الناس كانت فاكره بلازموديوم الملاريا هو ناموسه، هو كائن قد كده، وخدته في سنه اولى ثانوي، قد كده صغنن، اعمل كده بالظبط اهو، بس بالمنظر ده الصغنن ده. البورد اتشيرت عندك؟ اشترت. ها. لازم تفرقي بين الأوليات الحيوانية وكلمة أوليات النواة وكلمة حقيقيات النواة. الأوليات الحيوانية زي مين؟ زي الباراميسيوم. سوري. الأوليات الحيوانية أو الأوليات الجرثومية، هو قصده كده بيها الحيوانات، الأوليات الحيوانية ولا الأوليات الجرثومية اللي هي زي، سوري، مش الباراميسيوم بقى، زي مين؟ زي بلازموديوم الملاريا. كاتب الأوليات الجرثومية.
وهروح ضيفة ليهم. بصي الأميبا والبراميسيوم، اليوجلينا. اليوجلينا ممكن تكون مش تبعهم، تبع حد تاني، بس يعني تعتبر حاجة بسيطة بدائية، بس مش هقولها كتير. بس اليوجلينا مش تبع الشعبة بتاعته. أقول تاني، دول أوليات حيوانية، مالهم؟ بس خدي بالك، دول المادة الوراثية بتاعتهم محاطة، أهي محاطة بإيه؟ بغشاء. فهم من حقيقيات النواة، لأن حقيقيات النواة المادة الوراثية محاطة بغشاء. إنما أوليات النواة لا، المادة الوراثية غير محاطة بغشاء. خلاص؟ طيب تعالي نشير بس الجزء ده. أوليات الجرثومية، الأوليات الجرثومية هضيف عليها ثاني حاجة تاني؟ ما الأوليات الجرثومية هو أخذ بيها مين؟ الأميبا والبراميسيوم وبلازميديوم الملاري، وهم من حقيقيات النواة، هم مش أوليات نواة، إنما أوليات النواة البكتيريا. اتشيرت الصورة دي عندك؟ بلازموديوم الملاريا من الأوليات الجرثومية، تمام، تتطفل على الإنسان والبعوضة، بعوضة أنثى، بعوضة الأنوفلس. هو الزغنن ده، الزغنن ده، ده النونو ده، ده أهو، ده النونو ده، هو ده الزغنن، هو اللي اسمه الاسبورزيتا، ده الطور المعدي بتاع بلازموديوم الملاريا، وهو اللي بيتطفل على الانسان وعلى البعوضه بتاعتنا، على انثى بعوضه الانفس. يعني هو بيعيش فتره من حياته في الانسان، وبيعيش فتره من حياته بجسم البعوضه. هو في امكانيه مثل تكبر شويه ولا ما بتكبرش اكتر من كده؟ ايه الصوره عايزه تكبريها؟ تكبر شويه، عايزه تكبريها؟ كبرت ولا اجيبها لك من كتاب افضل؟ طب استني اجيبها لك من كتاب افضل، خلينا في الكتاب مش في البورد. اهو بلازموديوم الملاريا. لازم اقول لك على حته هنا، ايه التطفل ده؟ ايه علاقه التطفل؟ علاقه بين كائنين يعتمد احدهما اللي هو الطفيل على الاخر، وبيسمي الاخر العائل. طب انا عندي نوعين من العائل، العائل الاساسي والعائل الوسيط. هو مين الاساسي؟ الاساسي حطيها في دماغك واكتبيها، العائل الأساسي هو الذي يتكاثر فيه الطفيل جنسياً، إنما العائل الوسيط يتكاثر الطفيل لا جنسي، جواه يتكاثر جواه لا جنسي. يبقى دي علاقة اسمها علاقة التطفل. أنا هتطفل على كائن حي، والكائن الحي خدي بالك كائن حي مش كائن ميت، كائن ميت اسمها ترمم، هتطفل عليه وأكل غذاء، اكل غذاء واتغذى عليه، يا اما كلي يا اما جزئي، والحق بيه اضرار اسمي طفيل بتطفل عليه. طب ولو تكاثرت جنسي في العائل ده، اسم العائل ده العائل الاساسي، تكاثرت لا جنسي اسمه عائل.
ادي دوره حياه بلازموديوم الملاريا. تبدا منين؟ نبدا منين؟ جلد الانسان قدامي اهو، دي ناموسه اللي هي انثى بعوضه الانوفلس. الانثى ما بيتغذاش على الدم، بيتغذى على رحيق الازهار. وطول ما احنا ماشيين كده يعني الانثى قويه قوي، فاكره ملكه النحل؟ ودي الانثى ايه؟ بتتغذى على الدم. ايه اللي بيحصل؟ كل اللي بيحصل على كالاتي: الانثى مصابه، الانثى دي مصابه بالطفيل، جوه معدتها طفيل اسمه بلازموديوم الملاريا، او هنشوف الطور المعدي ليه. هي وبتقرص البني ادم، البني ادم ده كان سليم 100%، هي وبتقرصه وبتنزل مع اللعاب بتاعها، وهي بتسحب دمه بتنزل جزء من اللعاب بتاعها، بتنزل معاه اشكال مغزليه اسمها اسبوروزيتات. اسمها ايه؟ اسبوروزيتات. المجموعه الوراثيه او المجموعه الصبغيه بتاعتها نون، يبقى اسمها ايه؟ اسبوروزيتات نون. الاسبوروزيتات تروح جوه خليه كبديه، تمشي مع تيار الدم وتروح جوه خليه كبديه وتتكاثر لا جنسي بالتقطع في الكبد، وتتحول الى ميروزيتات. يبقى هي عملت ايه يا سلمى؟ عملت تكاثر لا جنسي بالتقطع في الكبد اول ما دخلت، وتحولت الى حاجه اسمها ميروزيتات. يعني لما يجي يسالني عن الميروزيتات جيت منين، اقول له جت من الاسبوروزيتات بالتقطع عن طريق التكاثر اللاجنسي، يعني عملت انقسام ايه؟ ميتوزي على طول. التقطع ده تكاثر لاجنسي، والتكاثر اللاجنسي بيعتمد على الميتوزي، وهي كانت نون بقت نون، ما غيرتش حاجه. اتفهمت؟ تمام يا حبيبتي؟ تمام. تتجه بعد كده، تنتقل الميروزيتات لتصيب كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتقضي فيها عدة دورات. هنا بصي عملت ايه؟ اخدت دورتين بس، هنا عملت دورتين. بتخلص اهو في الاولانية دي عملت دورتين، انما هنا اللي عملت عدة دورات، دخلت وهجمت كرات الدم الحمراء الميروزيتات. طب عملت ايه ميروزيتات؟ قال لي كل بتقضي عدة دورات لا جنسية داخل كرات الدم الحمراء. تمام. طب عملت ايه بعد ما طلعتي؟ يعني انت خدتي دورة 2 3 4 5 6 وفي الاخر عملت انفجار، يعني كل دي انقسامات انت شغاله تعمليها. طيب عمل، ما قاليش نوع التكاثر، كتب لي تكاثر لا جنسي وسكت. تمام. عملت ايه يا ميروزيتات؟ اتحولت برضو انت نون. قالت يا جماعه كل ما اصيب كره دم حمراء هنفجر، فخلص وهخلي كره الدم الحمراء تنفجر بتطلعي لي ايه؟ ممكن اطلع لك حاجتين، ممكن اطلع لك ميروزيتات تانية، وممكن اطلع لك اطوار مشيجيه. يعني انت ما عملتيش حاجه في حياتك، لا انا اتحولت الاطوار مشيجيه بس كده. يعني ادي ميروزيتات اهي، شايفه المنظر رقم 4، وراحت متحوله الى اطوار مشيجيه بدون انقسام. اتحولت بس عشان سالك سؤال في الحته دي، بيقول لك مرحلة من دورة حياة بلازموديوم الملاريا حدث فيها تحول وليس انقسام. هي اللي تحولت بس، هي كانت ميروزيتات اهي، راحت تحولت لأطوار مشيجية. تعالي نشوف هو كاتب لي ايه. كاتب في رقم 4 في الكتاب عندك: تتحرر الميروزيتات بأعداد هائلة كل يومين، صح؟ بعد تفتت كرات الدم الحمراء المصابة، وتتحرر تنطلق مواد سامة. ماشي، ايه هي المواد السامة اللي هتطلقيها لما تفجري لي كل كرات دم حمراء؟ معايا سلمى؟ مع حضرتك. تمام. ايه بقى المواد السامة اللي انت هتفجريها دي؟
قالت هتنطلق في الدم المواد السامة دي وتسبب لي حمى حمى الملاريا، وتسبب لي حمى الملاريا. حمى الملاريا ايه اعراضها؟ كاتب لي ارتفاع في درجة الحرارة، كاتب لي عرق غزير. استنى استناني، هنا عند عرق غزير دي، هو احنا لما كنا في الهرمونات لما كنا بنفقد ميه من جسمنا كتير، او اسمه زيت الدم بتعلى يعني ما فيهوش ميه، مين اللي كان من الهرمونات اللي تشتغل؟ زيت الدم بتاعنا. مين الهرمونات اللي بتشتغل؟ الثيروكسين؟ لا. ADH. ADH هو اللي كان بيشتغل لما تقل كمية المية جوه جسمي، يسحب من النفرون ويحط لي، صح؟ يبقى هنا هكتب على كلمة عرق غزير دي يسبب، فيسبب إفراز ADH. فهنا احنا وماشيين بنربط. بيقول لي ايه في رقم 5؟ تتحول بعض الميروزيتات داخل كرات الدم الحمراء إلى أطوار مشيجية. قال لي بعضها، ها؟ يعني في ميروزيتات قاعدة تطلع اللي هي السموم جوه جسم البني آدم، وبعض الميروزيتات التانية اتحولت لأطوار مشيجية. خدي بالك، حصل تحول وليس انقسام. هيني بكرر تاني، تحول وليس انقسام. جسم الإنسان هنا حصل فيه تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ تكاثر جنسي اللي هو ايه؟ يعني اللي هو الجزء بتاع 5؟ يعني لا، هو كل ده جسم الانسان، كل اللي قدامي ده جسم الانسان. حصل فيه تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ لا جنسي. لا جنسي، يبقى العائل هنا وسيط ولا العائل هنا ايه؟ اساسي. وسيط. العائل هنا وسيط، برافو، تمام. طيب هنا بيقول لي كل يومين بتظهر اعراض حمى الملاريا على البني آدم ده، اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وعرق غزير بسبب تفتت كرات الدم الحمراء وانطلاق سموم منها، والسموم دي بعض الميروزيتات تتحول إلى أطوار نشيجية غير ناضجة زي ما هو كاتب لي، غير ناضجة. راح جات ناموسة تانية اهي زي ما انت شايفة، الناموسة دي سليمة 100%. راحت ايه؟ قرصت البني آدم ده وأخذت الأطوار النشيجية معاها. الأطوار المشيجية جوه معدة البعوضة، احنا دلوقتي خلاص دخلنا جوه معدة البعوضة، راحت حصل لها بقت ناضجة، وراحت حصل لها إخصاب، يبقى عملت تكاثر جنسي. أيوة، عملت تكاثر جنسي. اتحولت لإيه بعد ما عملت إخصاب؟ اتحولت لزيجوت لاقحة، خدي بالك، اتحولت لإيه؟ لزيجوت لاقحة 2 نون. ودي بالك، انا لسه قايله في سبايرو جيره كان في لاقحه، كان في زيجوت، بس الزيجوت كان جاي من خلايا، انما ده جاي من امشاج اهي، اطوار مشيجيه. حصل التكاثر هنا واداني الزيجوت، والزيجوت 2 نون اللاقحه دي. راح الزيجوت ده، الموضوع ده حصل فين؟ حصل في معده البعوضه، يبقى حصل تكاثر جنسي في معده البعوضه وتكون لي الزيجوت. راح الزيجوت اتحول، تتحول اللاقحة إلى طور حركي، وادي حاجة تانية من الحاجات اللي حصل فيها تحول وليس انقسام. أهي هنا الميروزيتات اتحولت لأطوار مشيجية، والزيجوت اتحول لطور حركي. 2 نون، وخدي بالك كل بلازميديوم الملاريا نون ما عدا الزيجوت والطور الحركي. الطور الحركي عمل إيه؟ اتحرك. أنت مسميني، خدي بالك من اسمه، اسمه بالعربي وبالانجليزي اوكونيت، اسمه كده اوكونيت، ده الطور الحركي. اتحرك وعمل ايه؟
وراح خرج بره معده البعوضه وعمل انقسام ميوزي. ميوزي ها ده انقسام ايه؟ ميوزي. يبقى ده كده عائلة. ايه يبقى كده العائل الأساسي، يبقى بالنسبة له البعوضة دي عائل أساسي. ما هو عائل اساسي لانه عمل تكاثر جنسي هنا، بعد كده راح اتحرك وعمل انقسام ميوزي. هو الطور الحركي اللي هو 2 نون ده الاوكونيت اتحرك، وبيقول لي ينقسم الطور الحركي ميوزيا مكونا في صلبيض. بصي بيكون ايه؟ نون. يبقى هو كطور حركي كان 2 نون، راح حصل له انقسام ميوزي وتحول لايه؟ لنون. رقم 8 ركزي معايا. تمام. يا كيس البيض اسمك ايه؟ اسمي او او ست. او او ست ده اسمي كده. هتروح نواة كيس البيض. اوكي نواة كيس البيض تنقسم ميتوزيا. ميتوزيا تمام، تنقسم ميتوزيا عشان وتعمل تكاثر بالتجرثوم. اهو تكاثر بالتجرثوم، نواة كيس البيض عملت تكاثر بالتجرثوم. التكاثر بالتجرثوم ده انقسام ميتوزي. ايوه عشان تكون لي حاجه اسمها سبوروزيتات. تكون لي حاجه اسمها ايه؟ سبوروزيتات. السبوروزيتات دي ترجع تاني الانثى دي البعوضه دي تصيب بني ادم تاني وهكذا. انا شفت السبوروزيتات فين يا سلمى؟ ما بين 7 و8 دي، هو قصدي دلوقتي انها عملت تكاثر لا جنسي في معده البعوضه، بعد كده ايه بقى ده جدار اللي معده؟ تحت، ده اللي تحت يا حبيبي. ها هي عملت تكاثر لا جنسي في معده البعوضه، كونت ازاي كنت وازاي كنت تتحول لطور حركي. الطور الحركي اتحرك راح خارج معده البعوضه اهو، مشي من جدار معده البعوضه. اول ما مشي راح تحول لكيس البيض، يعني عمل انقسام هنا. بصي في رقم 8 هنا انقسام ميوزي. انقسام ايه؟ ميوزي. وتحول لنون او او سي. الكيس البيض عمل تكاثر بالتجرثوم او بالجراثيم، تكاثر لا جنسي بالجراثيم، وراح اتحول لسبوروزيتات. يعتبر ذلك تكاثر لا جنسي، يعني هو اتكاثر. هي معنى كده ان بلازموديوم الملاريا اتكاثر لا جنسي في جسم الانسان وده العائل الوسيط، واتكاثر جنسي ولا جنسي في جسم البعوضه وده العائل الاساسي. اوكي ست اللي هو كيس البيض. او ست كيس البيض، وهو كاتب لي بالنص في رقم 8. بصي كاتب ايه رقم 8 في الكتابه، نرجع نبص للكتابه اهي. كاتبها اهي الكتابه دي، بيقول لي ينقسم الطور الحركي ميوزيا مكونا كيس البيض او او ست الذي تنقسم نواته ميتوزيا. سلمى ونبي ركزي في التكاثر، لان التكاثر مشكلته في ميتوزي وميوزي. بالله عليكم بصي يا حبيبي، هو في السبايرو جايره من شويه قلنا ان الزيجوسبور لما اتحسنت الظروف راح انقسم ايه؟ ميوزيا عشان يديني 4 انويه فعلا، وفي نواه انقسمت ميتوزيا عشان تديني الخيط. نفس الكلام حصل هنا، الطور الحركي انقسم ميوزيا. كونت ايه يا طور حركي؟ كونت كيس البيض. كيس البيض بقى مين؟ انا يعني كطور حركي 2 نون، لكن لما انقسمت ميوزيا بقيت كيس البيض نون. راحت نواة كيس البيض دي انقسمت ميتوزيا بالتجرثوم، عملت تكاثر بالتجرثوم، انقسمت ميتوزيا عشان تعطي العديد من السبوروزيتات. طيب مين الطور المعدي للانسان؟ السبوروزيتات. مين الطور المعدي للبعوضه؟ الاطوار المشيجيه. انا شفت، انا كبني ادم بعيش حياتي في المعمل، شفت في دم الانسان ايه؟ هشوف الميروزيتات وهشوف الاطوار المشيجيه، دول الاثنين دول هشوفهم في دم البني ادم. طيب هل الميروزيتات موجوده في جسم البعوضه؟ لا مش موجوده في جسم البعوضه الميروزيتات خالص، ما شفتهاش. كيس البيض والطور الحركي موجود في جسم البعوضه مش موجود في الانسان. اوكي فهم دورة حياة بلازموديوم الملاريا؟ فهم هي حاجة، بس حاجة قلتي اللي موجود في جسم الإنسان ومش موجود فيها؟ الميروزيتات موجودة فين؟ اهي انت بصي على الرسم،
النيروزيتات موجودة في جسم الإنسان، مش موجودة في البعوضة هنا الناحية التانية. أما أصغر لك شوية عشان توضح الرسم أهي. بصي في جسم الإنسان أنا شايفة الميروزيتات وشايفة الأطوار المشجية مش شايفاها في جسم البعوضة، لكن الاسبوروزيتات لا شفتها هنا وهنا، شايفة اسبوروزيتات وهنا اسبوروزيتات أهي، شايفة نون ونون. الاسبوروزيتات موجودة في الاثنين، إنما الميروزيتات موجودة في جسم الإنسان مش موجودة في البعوضة. التور الحركي موجود في جسم البعوضة، كيس البيض موجود في جسم البعوضة مش موجود في الإنسان. الأطوار المشجية الناضجة موجودة في البعوضة، الغير ناضجة في جسم الإنسان. طب هو كده الملاريا بمجرد ما تطفل على ناموسة واحدة هو كده يعني يعتبر تطفل على نسل كامل، لأنه كده كده إيه بيتكاثر وبيفضل زي إيه جين كده فيهم. طبعا هي ناموسة بتقرص بني آدم، بني آدم بيتصاب ناموسة تانية تيجي تقرصه وكده، أعوذ بالله لو انتشر المرض بيبقى مش حلو يعني. فالمرة انتشر الملاريا ده، هو بتسبب مرض الملاريا، انتشر في كان جاي من السودان وانتشر فعلا في الصعيد مصر. خلاص ذكر الأنوفلس لا يصيب الإنسان لأنه بيتغذى على مش على الدم، ليه فم لعق وبيعيش على رحيق الأزهار، إنما الأنثى فمها ساقط مص. جاب لي العائل الأساسي هو أنثى بعوضة الأنوفلس، العائل الوسيط هو الإنسان، العائل الطور المعدي للإنسان سبوروزيتات، الطور المعدي للبعوضة الأطوار المشيلية. ناخد بقى إيه، جاب لي كده يعني بصي لو تلاحظي كلهم نون ما عدا الطور الحركي، بصي اهو اللي هي اللاقحه والطور الحركي بس كلهم الباقي نون. ماذا يحدث للاطوار التي تدخل لجسم البعوضه مع دم الانسان المصاب في دوره حياه بلازميديوم الملاريا؟ هل تتحلل؟ هل تهاجر؟ هل تتحول لاطوار مشجيه ناضجه؟ هل تنقسم ميتوزين لعده مرات؟ أقول له إيه؟ تتحول لأطوار نشجية ناضجة. طيب السؤال اللي جاي، أنا شايفة خدي بالك الشكل ده مغزلي، إنما الشكل ده مدور، فهقول له على طول رقم واحد دي الشكل المغزلي ده كان أصاب خلية كبدية تمام، إنما الشكل المدور ده ديميروزيتات، يبقى أنت على طول اختياري هيبقى ده. يلا نشوف دورة حياة نبات الفيوجير أو السرافس. الفيوجير أو السرافس أو نبات كزبرة البئر، وده نبات بيعيش في الأماكن الظليلة عند حواف الأشجار، حواف الأبار، القنوات الظليلة. ركز معايا بقى إن هو في بيتكاثر لا جنسي بالجراثيم ويتكاثر جنسي بالأمشاج. بالراحة كده في الرسمة بتاعتنا الجميلة دي، نمشي خطوة خطوة حبيبي. ها ركزي معي، النبات المشيجي أو النبات الجرثومي أول حاجة هنكتب عليه سائد، ونكتب عليه بيعمل بناء ضوئي، ونكتب ونحط هايلايتر على كلمة جذور عرضية، لان هنا في اشباه جذور بس انا بقول لك لا جذور عضرديه، ركز فيها. كلمه رايزوما يعني ايه؟ يعني بيمشي بالعرض زي النجيله، النجيله لما بزرعها بتمشي بالعرض، جذورها بتمشي عرضيه، انما ما بتمشيش راسيه كده، بتنزلش في التربه، لا بتمشي عرضيه. طيب هنكتب عليه ناتج، احنا كل ده بنكتب على الراجل ده اللي هو رقم واحد ده، ناتج اللي هو النبات الجرثومي، ناتج من تكاثر جنسي. يلا نشوف، يبقى كتبنا معاه ثلاث حاجات، ايه يا سلمى؟ تمام. لا تمام حاضر. سائد، بناء ضوئي، ناتج من تكاثر جنسي، ومعاه جذور عرضيه وريزوما يعني ماشي ايه بالعرض. انت ايه قصتك؟ معاك اوراق؟ ايوه معايا اوراق. اوراقك بقى لما نيجي نفحصها
لما جينا فحصنا الأوراق لقينا في السطح السفلي للأوراق في حاجة اسمها بثرات، زي ما هو كاتب لي كده بثرات. البثرات دي بتعمل إيه؟ قال لي البثرات دي لما نيجي نفحصها هي عبارة عن حوافظ، أو بداخلها حوافظ جرثومية 2 نون. خلاياها كام؟ 2 نون. طيب ايه اللي حصل بقى لما خلاياها 2 نون؟ قال لي الحوافظ الجرثومية او الخلايا الجرثومية دي تنقسم ميوزيا. استنى بالله عليك، ده انا لسه مذاكرة التكاثر اللاجنسي. وكنت واخدة في نبات كنت واخدة في فطر عفن الخبز اني معاه حوافظ جرثومية بس كانت خلاياها نون. ايوه، ما ده الفرق. يبقى الحوافظ الجرثومية اللي موجودة في نبات الفيجير خلايا 2 نون، خلايا جرثومية 2 نون، إنما في فترة عفن الخبز لا، خلايا نون. وهيجيب لك سؤال يقول لك ما الفرق بين الحوافظ الجرثومية في فترة عفن الخبز والحوافظ الجرثومية في نبات الفيجير؟ أقول له على طول المجموعة الصبغية، هنا نون لكن هنا 2 نون. هنا تنقسم ميتوزي، إنما هنا تنقسم ميوزيا اللي تعطي جراثيم نون. تمام، أعطت جراثيم نون، هتعملي إيه يا جرثومة يا نون؟ عند نضجها بيقول لي تنقسم ميوزيا لتكون جراثيم نون، وعند نضجها تتحرر من الحوافظ الجرثومية وتحملها الرياح لمسافات بعيدة. يعني الوسيلة بتاعتك عشان تسقطي وتنبتي رياح؟ يعني أنت عشان تسقطي من هنا لهنا كانت الرياح هي اللي عملت كده؟ بس شرطي ان انا انضج واتحول، بدل ما ابقى خلايا جرثومية 2 نون اروح عامله انقسام ميوزي ادي خلايا جراثيم اسمها نون. طيب تسقط على تربة ايه؟ رطبة. طيب حلو قوي. اول ما تسقط على تربة رطبة تروح يا عيني تنبت الى الشكل الجميل ده. معايا يا سلمى حبيبي؟ مع حضرتك. ايش تنبت على تربة رطبة وتديني الشكل الجميل ده اللي هو قلب الشكل، شكل القلب كده. ويعمل ايه معاك ايه يا قلب الشكل انت؟ قال لي على طول اتميز الى شكل مفلطح ينمو على شكل قلبي فوق التربة يعرف بالطور المشيجي. تعال نعرف معلومات عنك. هو انت هتمتص المية والغذاء بتاعك ازاي؟ قال لي حاضر هقول لك. اولا انا قلب الشكل بس بعمل بناء ضوئي. اعمل يا عم بناء ضوئي زيك زي ده. معايا اشباه جذور بمتص الماء والماء، اشباه جذور، مش معاك جذور عرضيه، لا معايا اشباه جذور بمتص امتصاص الماء. وايه فايدتها امتصاص الماء والمغذيات؟ عشان اكبر. حلو. وانت سائد؟ لا انا مختزل. يعني مختزل يعني مش هكمل حياتي معاكي، يعني هنتهي بعد شوي. طيب شكرا. يعني انت جاي عشان بس كده؟ طب ايه الحاجه اللي بتميزك؟ قال لي بص يا ستي، موجود معايا اشباه بذور في مؤخره السطح السفلي لامتصاص الماء والاملاح، مزود بايه؟ قال لي مزود بزوائد تناسلية. وحط هايلايتر على كلمة زوائد تناسلية. ليه؟ أصلا لما أروح للتكاثر الإنسان هلاقي زوائد أصبعية. طيب يا سيدي شكرا. الزوائد التناسلية دي بتنمو فين؟ على مقدمة السطح السفلي. ده أنا شفت كلمة السطح السفلي كتير قوي. أنا شفت كلمة السطح السفلي في السائد عليها بثرات. فين اللي هي زوائد انت في مقدمة السطح السفلي عليك زوائد تناسلية يا حبيبتي؟ انا لقيتها لقيتها معايا هنا. مع حضرتك. لا كنت بشوف اللي هي زوائد التناسلية. هقولها. الزوائد التناسلية عبارة عن ايه؟ شايفة الاتنين دول؟ شايفاهم اهم الاتنين الزغننين دول، دول ودول. دي اسمها أرشدونيا، داخلها بويضة، وده المشيج المؤنس.
ودي الأنثريديا ودخلها سابحات مهدبة. سابحات ايه؟ مهدبة. وحطي هايلايتر على السابحات مهدبة عشان حاجة اسألك بعد شوية ولما ندخل في الأهداف نطلعها فين. السابحات المهدبة مالها؟ بتطلع من الأنثريديا، بتسبح في المية وتروح تلقح الأرشوجونيا. طب هنا نطلع حاجة، وانا لو كنت أنثريديا اهي، شايفة الشكل اللي بقولك عليه ده، وطلعت سابحات مهدبة وراحت مشيت في المية وراحت للأرشوجونيا من اللي جنبي، يبقى هنا في تنوع وراثي؟ لا. اما لو سبحت في المية والأرشوجونيا اللي جنبي ما كانتش لسه نضجت وراحت للقلب شكلي مرة تانية، واحد تاني نضج عليه الايه؟ الأرشوجونيا. لا، هنا في تنوع وراثي، هنا في تنوع وراثي، طالما الشكل الأرشوجونيا دي ودي مش شكل بعض. طيب، يا أرشوجونيا انت نون، يا سبحتي يا مهدبة انت نون. طيب، بتسبح فوق الماء حتى تصل الأرشوجونيا الناضجة، وذلك لإخصاب البويضة بداخلها فتتكون لاقحة اتنين نون. ايه الفرق بقى؟ دي يعني التنوع شرطه ان هي مختلفة. بالظبط. ايه الفرق بقى بين هنا؟ شايفة شكل الأرشوجونيا وشايفة شكل الزيجوت؟ عايزك تطلعي لي الفرق بقى. هو عامل لي دايره وبيضه من جوه وبيقول لي دي بويضه، وهنا عمل لي الدايره وخلاها حمراء وقال لي لقحه، وعمل لي الانثريديا او السابحات المهدبه داخله جوه الارشوجونيا، يبقى هي وداخله لسه. لا، يبقى انت ارشوجونيا. لا، ما فيش حاجه فاضيه اهي، يبقى انت تحولت لزيجوت. فهمت؟ البويضه يعني اللي هي زيجوت. ما انا بقول لك هي هنا بويضه، انما هنا زيجوت. هنا ما حصل لهاش اخصاب، انما هنا حصل لها اخصاب وتحولت لزيجوت لقحه، بقت اتنين نون. بعد ما تحولت لقحه بقى اتنين نون، ايه اللي حصل؟ قال لي تنقسم اللقحه متميزه الى نبات جرثومي، اللي هو ده النبات. ايه؟ جرثومي. حلو، هيعيش لفتره على النبات المشيجي. شايفه النبات المشيجي بدا يضمر ازاي؟ تمام، عشان لحد ما يكون لنفسه جذور عرضيه ويمشي بعد كده. تعالي بالراحه كده. هو انا عملت تكاثر ايه؟ عملت تكاثر جنسي. بس انا جاي منين؟ انت جاي من تكاثر لا جنسي. انت في جرثومه عملت انقسام ميوزي وراحت ادتني الكلام ده. تمام. طيب، انا زي منين؟ انا النبات السائد. انا كنبات سائد جاي من تكاثر، سوري، ثواني كده معايا حبيبي عشان اوضح لك اكتر. معلش اوضح لك على البورد اكتر. تمام. بصي يا ستي، تعالي نعمل على البورد الفرق بين ده اسمه النبات السائد او الجرثومي، وده اسمه النبات المشيجي. تعالي بس على البورد كده نعدلها عشان نظبطها مع بعض. بس يا ستي، هكتب لك ايه؟ هكتب لك الطور الجرثومي. الشكل بتاعه زي ما انت شفتيه مع جذور عرضيه. التركيب بيتركب من جذور عرضيه، ساق، ريزومه، أوراق،
تحمل بثرات. تحمل ايه؟ بثرات. بها حوافز جرثومية. معاها ايه؟ كراسي. حلو. المجموعة الصبغية بتاعتك يا توريا جرثومي 2 نون. طيب طريقة تكوينك اتكونت عن طريق التكاثر. انا توريا جرثومي التكاثر الجنسي في انسريديا، رمت سابحات مهدبة، راحت لقحت الارشوجونيوم، البويضة جوه الارشوجونيوم، وكونت لي لقح، انقسمت اللقاح عشان تديني النبات الجرثومي ده. يبقى انت اتكونت ازاي؟ عن طريق التكاثر التكاثر الجنسي. طيب ده طريقه تكوينك. بصي طريقه تكوينك. انما طريقه التكاثر بتاعتك انت هتتكاثر ازاي يا توريا الجرثومي؟ قال لي لا انا بتكاثر بصراحه لا جنسي بالجراثيم. لا جنسي بالجراثيم. طيب مصيرك ايه؟ المصير بتاعك انت هتعيش معايا؟ ايوه انا سائد استمر في النمو. يلا نمسك الثاني اللي هو الطور المشيجي. وانت شكلك ايه؟ قلب الشكل. انا شكل القلب مفلطح. ماشي يا سيدي. معاك ايه؟ معايا اشباه جذور. يعني مش معاك جذور عرضية؟ لا معاك اشباه جذور. ليه؟ عشان تمتص الماء والاملاح من التربة. بس معايا زوائد تناسلية اسمها ايه؟ اسمها أرشوجونيا واسمها أنثريديا. والأنثريديا دي بتديني سابحات مهدبة، والأرشوجونيا دي بتديني بويضة. ده مشيج مؤنث إنما ده مشيج مذكر. انت بقى نون ولا اتنين نون؟ انا نون. طب انت اتكونت ازاي؟ انا اتكونت من انبات الجرثومة. يعني الجرثومة اللي جت من هنا هي اللي كونت لي الانبات بتاعي. يعني بيتكون من تكاثر لا جنسي. طريقة التكاثر او طريقة التكوين بتاعتي لا جنسي. انا جيت من تكاثر لا جنسي انبات الجرثومة. طب هتتكسر ازاي؟ لا هتكسر جنسي. بايه؟ بالامشاج اللي انت شفتيها دي، بالزوائد التناسليه اللي انت شفتيها دي، بالامشاج المذكره والمؤنثه. مين الامشاج المذكره؟ السابحات الايه؟ المهدبه. ومين الامشاج المؤنثه؟ اللي هي الارشوجون البويضه اللي جوه الارشوجون. طيب انت هتكمل معايا؟ لا انا مختزل. يعني انا غير سائد، يعني في فترة وهسيبك ويكمل معاك الطور الجرثومي. فهمت يا سلمى؟ يعني نبات مؤقت. يبقى خدي بالك. مؤقت. يبقى خدي بالك هقولها تاني. اهو ارجع تاني اقولها واشوفها على البور على الكتاب. انا جاي من تكاثر جنسي انما انا جاي من تكاثر لا جنسي. لا جنسي ناتج من تكاثر جنسي انما انا ناتج من تكاثر لا جنسي. طب انت هتكمل حياتك ازاي؟ انت نفسك هتتكاثر ازاي؟ هتعمل ايه؟ قال لي لا انا هعمل تكاثر جنسي انما هنا انا هعمل تكاثر لا جنسي، برغم ان انا جاي من تكاثر لا جنسي بس هعمل جنسي، بس انا هعمل ايه؟ لا جنسي. اتفهمت؟ يعني الترتيب كده جنسي عكس بعض. بصي ناتج من تكاثر جنسي بس هكون ايه؟ هتشتغل ازاي؟ لا هشتغل لا جنسي. يبقى طريقه تكاثرك لا جنسي. هنا بقى
انت جاي منين؟ انا جاي لا جنسي. طب هتشتغل ازاي؟ هتتكسر ازاي؟ هتكسر جنسي. فهمت؟ يبقى هنا في فرق بين ناتج من وتتكاثر ازاي. تتكاثر بأي طريقة. تمام كده، احنا خلصنا ادي دورة حياة الفوجير وقلناها كلها، وده الفرق بين الطور المشيجي والطور البرسومي، وهو جايبها كده. وبعد كده هيرجع تاني لجنس. ادي جايب اختبر نفسك الشكل المقابل، يقول لي ايه الشكل المقابل؟ يمثل جزء من دورة حياة نبات الفوجير. عايز ايه منه؟ اي مما يلي يصف هذه المرحلة: انقسام الجرثومة ميتوزيا، ولا انقسام الخلايا الجرثومية ميوزيا. خدي بالك اداني شكل قلبي اهو، يبقى انقسام الجرثومة ميتوزيا. في الشكل التخطيطي المقابل الذي يوضح جزء من دورة حياة نبات سرخسي فيما يتشابه س مع ص. تمام، هو مين س ومين ص ده؟ هل في الشكل؟ خدي بالك ان هو هنا عمل كده واداني ده وده اداني ده. فاهمة ازاي؟ طب هنا حصل اخصاب. ايوه، واداني مين؟ اداني نبات نبات جرثومي. والنبات الجرثومي يطلع جراثيم انبتت ودتني نبات مشيجي، والنبات المشيجي يطلع امشاج، وهكذا. دي اللفه. طب هل في الشكل؟ لا، ده قلب الشكل، انما ده لا. عدد الصبغيات بين س وص لان هنا نون، لو ارشجونيا نون، لو انسريديا نون، هنا الجراثيم برضو نون. طيب يبقى عدد الصبغيات هو اللي معايا. نوع الانقسام؟ لا، نوع الانقسام المؤدي لتكوينهم مختلف. نوع التكاثر برضو مختلف. لا، وممكن تاني منش في الحتة اللي هي بتاعت ان هو كان ماشي يجي وبعد كده بقى جرثومي وهيرجع انت شايفة الاتنين دول وحصل لهم اخصاب والدني زي جد، صح؟ تمام. ماشي. اللي حصل لهم اخصاب والدني ظابط هيدوني نبات ايه؟ نبات جرثومي، اللي هو ده. تمام، ينمو الى النبات الجرثومي عليه حوافظ جرثوميه او معاه حوافظ جرثوميه بتنقسم ميوزيا لتعطي جراثيم نون. تنقسم ميوزي لتعطي جراثيم نون، لتعطي جراثيم نون اهم. يبقى وجه التشابه بين س وص ايه؟ المجموعه الصبغيه، عدد الصبغيات نون ونون بس. لماذا توجد الزوائد التناسلية على السطح السفلي للطور المشيجي لنبات الفوجير؟ لتتصل بماء التربة، عشان هي أصلا الوسيلة بتاعتها هي المية. كده نبقى خلصنا التكاثر في أو التكاثر الجنسي ودورات الحياة. في أي سؤال يا سلمى؟ لا تمام، تمام، الحمد لله. شكرا. ان شاء الله ابعت لك، ظبطتي بقى الهرمونات والدعامه عشان ابعت لك امتحان عليها. انا كان في حاجه بعتها لحضرتك بس مش عارفه، اللي هو الهرمونات، بس انا مش عارفه هو اتبعت ولا علق. او ما عملت تبعتش؟ مفيش حاجه تبعت، بس هشوف انا. ابعتيها تاني وزني يا سلمى حبيبي، على اي حاجه عايزاها مني زني. اوكي، ربنا يكرمك. ماشي حبيبتي، سلمي لي على ماما. حاضر يا مستر، الله يسلمك. حمد، هرفع الحلقة يعني السيشن كله هرفعه وابعتهولك إن شاء الله. تمام، ماشي بإذن الله. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام.